الخبر الاول اللي عدنا عن ولادة اصالة المالح، فاصالة نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري واللي تعلن من خلاله عن اكتمالها 39 اسبوع على الولادة، وطبعا بهذا يعني انه باقي لها اسبوع واحد بس على الولادة، فالله يسر ولادتها يا رب، ولا تنسون يا حبايب تدعوا لها بالكومنتات. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فأول يوتيوبر اللي عدنا هو نور مار، فنور نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي كان ويا يارا مار، واللي يطلب من المتابعين انه يكتبوا له اسئلة عنه، ولازم انه يارا مار تعرف هذه الاسئلة اللي هي نفس الفكرة اللي سواها قبل ويا قمر مار، هي لما نزل مقطع وياها انه منو يعرفه اكثر، احطكم هذا الستوري شوفوا. الحين صوركم انا ويارا، فبدي اياكم احط لكم صندوق تكتبوا لي اسئله اسالوها ليارا عني، يعني اسالوا اسئله لالي بس هي تجاوب عني، يعني نفس فيديو هذيك غمر، يعني شلون؟ ما صورنا لكم فيديوهات كثير حلوة كثير حلوة وجميلة، خليكم جاهزين وأفكار جديدة. خلصتي؟ خليكم جاهزين، فيديوهات جدا جميلة. أما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو محمد مار، فمحمد نزل على حسابه بالإنستغرام هذا الستوري اللي حمس بيه المتابعين للمقطع الرهيب اللي حينزل اليوم، فكان كاتب يا جماعة بكرة الساعة بالأربعة مقطع خرافي على قناة الجلادين. الخبر الثالث اللي عدنا عن بيسان إسماعيل واستهزاءها بنارين بيوتي ومتابعيها، فبيسان نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا الستوري واللي كانت تبارك بيه الموفلوجز على وصوله للترند اللي هو آخر مقطع نزله، طبعا هذا الشيء أول مرة تسوي بيسان إسماعيل، فواضح كلش إنه هي تريد تستهزئ بنارين بيوتي ومتابعيها، إنه تعليقاتهم بالإنجليزي والتهجم اللي سووه ما قدروا إنه يجمدون المشاهدات المقطع، فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم باستهزاء بيسان بنارين. الخبر الرابع اللي عدنا عن الحرب العالميه اللي صايره بين فريق نور مار، طبعا الاشخاص اللي ما يعرفوا شنو اللي صاير، البدايه كانت لما نور مار لغى اسم قمر مار من التعليقات، بالنسبه للاشخاص اللي سالوه عن السبب، الاغلب يقول لانه حساب قمر بالانستغرام عند محمد مار، محمد قام يحذف من عنده هوايه صور، فالاغلب صار يتهجمون على نور مار، الى ان نور مار اضطر انه يخفي اسم قمر مار من التعليقات، ولكن اللي صار هو ان جيش قمر عرف بالموضوع، صاروا يتهجمون على نور مار بشكل اقوى، نور مار اضطر انه يخفي اسم يارا من التعليقات، ولكن فانزات يارا عرفوا بالموضوع وهم صاروا يتهجمون على نور مار، فاخر مقطع نزله هواي من التعليقات يقولوا له ليش خافي اسم قمر؟ ليش خافي اسم يارا؟ هواي من هذه الكومنتات اللي هو طبعا حذف هواي من عندهم. اما بعدها شنو اللي صار؟ فقمر نزلت هذا المقطع على قناتها، تعرضت عليه بالهجوم بالكومنتات بالانجليزي، ولكن بنفس اليوم يارا نزلت هذا المقطع على قناتها، ومتابعي قمر مار حبوا ان يردون الموضوع، فدخلوا على المقطع وتنزلوا على التعليق هواي من الكومنتات اللي تتهجم عليها بالكومنتات بالانجليزي، لكن حاليا شويه خف الهجوم، فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بالحرب العالميه اللي صايره وانتم من اي فريق؟ الخبر الخامس اللي عدنا عن نهاية ياسو ريدر، فريدر نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي يعلن بيه عن النهاية، فكاتب الساعة بالأربعة راح ينزل آخر فيديو على قناتي، انتظروا الفيديو حتى تعرفون السبب، مع اني صراحة شوية شاك انه الموضوع مقلب مو أكثر، ولكن إن شاء الله ما ينتهي هذا الثنائي، لأن إذا ريدر عزيز اليوتيوب فبعد ما راح ينزل ويا ياسو. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات توقعاتكم لهذا الخبر. بس والله هنا وصلنا لنهاية المقطع، أتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا تحطون لايك وتشتركوا بالقناة عشان يكون فيزي مقدمة من القصص، وبس مع السلامة.